أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك في مزمور 62. هقارن بين آيتين، آية رقم 2 وآية رقم 6. في آية رقم 2 بيتكلم عن الرب، داود بيتكلم عن الرب وبيقول في آية رقم 2: إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي لا أتزعزع كثيرا. الرب هو صخرتي، يعني الصخرة اللي بتحميني من السيول، الصخرة اللي بتحميني، ظلها بيحميني من الشمس الحارقة، الصخرة اللي لما بقعد فوقيها لو في مياه جارفة لا تأتي إلي. الرب يعني في الحماية من كل أنواع الأذى. إنما هو صخرتي وخلاصي، وهو كمان إنقاذي من كل ضيقة، وهو كمان ملجئي. يعني لما ابقى في خطر الاقيه هو الملجأ اللي فيه، اللي معاه فيه الراحه، اللي معاه فيه تسديد لكل احتياج، اللي معاه فيه حمايه. انما هو صخرتي وخلاصي وملجئي. وفي نفس المزمور يقول في ايه 7: الله خلاصي ومجدي صخرة قوتي محتماية في الله، يعني حمايتي في الرب. الآيات دي بتقول ايه؟ بتقول ان الرب هو كل حاجة لداود. وباسم الرب يسوع احنا كمان الرب يبقى بالنسبة لنا كل حاجة. هو الصخرة، هو الخلاص، هو الملجأ، هو القوة، هو المجد، خلاصي ومجدي. الرب يبقى بالنسبة لنا كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. أي حاجة بدون الرب تبقى مؤذية، ده المؤمن يفكر كده. أي حاجة بدون الرب مؤذية، أي حاجة من إيد الرب نافعة. وعشان كده لازم شغلي أخده من إيد الرب، سكني أخده من إيد الرب، أصدقائي أخدهم من إيد الرب. عندي مواجهة صعبة، مشكلة صعبة قدامي أواجهها وأنا مع الرب. لازم الرب يسوع يبقى كل حاجة في حياتي، وأقدر أقول له أنت الكل، الكل لي. أنت حمايتي، أنت غناية، أنت رفعتي، أنت تعزيتي، أنت كل حاجة. وبعدين بقى أقارن معاك بين آية 2 وآية 6. آية 2 بتقول إيه؟ الرب هو صخرتي وخلاصي وملجئي لا أتزعزع كثيرا. في آية 6: هو صخرتي وخلاصي ملجئي فلا أتزعزع ومن غير كثيرا. يعني كأنه في الآية الأولى بيقول هتزعزع شوية، شوية قليلة، مش هتزعزع بطريقة ضخمة، مش هتزعزع كثيرا، مش هنهار. لا، مدام الرب ملجأ وصخرة يعني لما تزعزع واهتهز الهزة هتبقى بسيطة وقليلة. لما نوصل لآية 6 نلاقي بقى إيمانه ارتفع، إيمانه ارتفع. فقال إيه بقى؟ فلا أتزعزع، يعني لا أتزعزع، مش أتزعزع قليلا، يعني لا مش هتزعزع خالص. يعني في الأولانية قال فلا أتزعزع كثيرا، يعني أتزعزع نص ونص، أتزعزع قليلا. في الآية رقم 6 قال فلا أتزعزع، يعني حتى مش هتزعزع قليل. باسم الرب يسوع واحنا بنرنم يرتفع ايماننا. يعني وانا بصلي ابقى في الاول كده خايف نص ونص،
مش مرعوب لان عندي ايمان بالرب، لكن عندي شويه خوف قليله. اخلص الترنيم والصلاه الاقي الخوف القليل ده راح. ابقى في البدايه اقول لا اتزعزع كثيرا، انما بعد شويه اقول لا اتزعزع، ومن غير كلمه كثيرا، يعني لن اتزعزع على الاطلاق. عزيزي المشاهد، تذكر دايما ان في لا اتزعزع كثيرا وفي لا اتزعزع، في نمو في الاحساس بالامان، في نمو في الاحساس ان محمي، في نمو في الاحساس ان المرض مش هيأذيني، في نمو. والنمو ده بيجي منين؟ ايه اللي خلى داود انتقل من آية 2 لآية 6؟ انه سبح، سبح الرب، وفي تسبيحه قال كلام الايمان باسم الرب يسوع. لو انت بتخاف خوف صغير، مع الوقت الخوف ده ينتهي. ولو انت دلوقتي بتسمعني عندك شوية انزعاج، تقولي مش انزعاج ضخم لكن عندي شوية انزعاج، طب ليه؟ ليه قابل ان يبقى فيه شوية انزعاج؟ ما شوية الانزعاج دي كمان تنتهي. تقولي تنتهي ازاي؟ اقول لك رنم وسبح وصلي وكلم الرب، وباسم الرب يسوع شوية الانزعاج اللي عندك القليلين، حتى القليلين دول مش عايزينهم. ليه؟ لانهم لو استمروا قليلين هيكتروا مع الوقت. احنا عايزين ننهي تماما، ما يبقاش جوانا ولا انزعاج زي ما بتقول الآية، ولا مزعج، وزي ما بتقول آية تانية ولا مخيف، وزي ما بتقول آية تالتة أنا مطمئن. يعني أقول التلاتة مع بعض، ولا مزعج ولا مخيف، أنا إيه؟ مطمئن، لن أتزعزع لا قليلا ولا كثيرا، مش هتزعزع خالص، هبقى كده مليان سلام ومليان احساس بالطمانينه، وواثق ان الرب مجدي ورافع راسي، واثق ان انا مع الرب محمي، ومع الرب ناجح، ومع الرب انا دايما في الارتفاع. عزيزي المشاهد، تعال معي الان الى سفر دانيال الاصحاح السادس، بنكمل التامل في قصه دانيال لما رموه في جب الاسود. دانيال هيكمل يصلي للرب، يبقى معناه بيكسر كلمة الامبراطور داريوس اللي قال لمدة شهر، لمدة 30 يوم اي واحد في كل الامبراطورية هيصلي لاي حد او هيطلب طلب لاي شخص اله او انسان غير الملك هيلقى في جب الاسود. دانيال لا، هيكمل يصلي. وراح صلى، وزي ما قلنا الشباك بتاعه كان مفتوح، وهما بقى الناس اللي بيحسدوه عاملين كل ده وخلوا الملك يصدر القرار ده لهدف واحد. ايه الهدف؟ انهم يأذوا دانيال. فراحوا حطوا جواسيس تحت بيته في قريب من الشباك بتاعه لشرفة كده عشان يشوفوه هيصلي ولا لا. الملك قال محدش يصلي ولا في الخفاء ولا في العلن، ممنوع، لازم كلنا نطيع الملك. الملك قال محدش يصلي الا ليه، اللي عايز يصلي يجي كده قدام تمثال الملك ويطلب من الملك، لكن لا، يصلي للاله راع كمصري ممنوع. لمده كام؟ لمده شهر. دانيال مش هيطيع، ما ينفعش، ما ينفعش اطيع ملك او رئيس او وزير او اي حد طاعة فيها كسر لطاعة للرب، لا. يعني احنا عندنا امر في الكتاب المقدس ان احنا نطيع السلطة، والمؤمن دايما يطيع القوانين ودايما شخص امين ويطيع السلطة، انما لو طاعته للسلطة تتعارض مع طاعته للرب مش هيطيع السلطة، وليكن ما يكون. ده المؤمن، المؤمن الحقيقي دايما بيطيع السلطة لحد ما يحصل صدام بين أمر السلطة، أمر الحكومة وأمر الرب. لما يحصل الاتنين يتعارضوا مع بعض لازم يختار أن يطيع الرب، زي ما قال في نقرأ في أعمال الرسل، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. مين الناس دي؟ الحكومة، الملك، القاضي،
مدير المستشفى، صاحب العمل. يعني صاحب العمل لما يقول لك غش، يعني انت مثلا بتشتغل في شركة أدوية، مصنع أدوية، والكميات ناقصة، فيقول لك مشي مشي، يعني حط حط، ما تحطش الكمية صح عشان الكمية تكفي. طب وأعمل كده؟ لا، تقول لي طب ما هيرفدني من الشغل، هترفد، هفقد وظيفتي، ده انا في مركز، هتفقد وظيفتك. ده يبان حبك للرب هنا، وبكل تأكيد الرب هيعوضك بعد كده، ما تخافش. لكن لازم يطاع الله أكثر من الناس. صاحب العمل عايزك تكذب وتلتوي وتقول قصص ما حصلتش، ما ينفعش، ما ينفعش تبقى شخص كذاب، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش تبقى شخص غير أمين، لأن الرب بيطالبك بالأمانة. يبقى طاعتنا للرؤساء وللسلطة يجب أن تكون دائما لا تتعارض مع طاعتي للرب، ولما تتعارض أختار الرب. ده اللي عمله دانيال ببساطة، أن ما ينفعش يتوقف عن الصلاة، يتوقف عن الصلاة يبقى يضيع، يتوقف عن الصلاة يبقى مش شخص أمين. وعمل إيه زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت، أنه في اليوم ده بتاع الشغل بيسيب الشغل 3 مرات في اليوم، يروح يصلي ويرجع. ليه؟ زي ما قلت لك كان محدد لنفسه بحسب الآية، كان يفعل ده قبل ذلك، يعني عنده التزام ان 3 مرات في اليوم بياخد وقت يصلي، يمكن ربع ساعة في اليوم، في كل مرة نص ساعة. وقلت لك في الحلقة اللي فاتت وبعيد عشان دي حتة مهمة، لازم يبقى فيه تحديد، يعني حاجة تلتزم بيها كل يوم في وقت تقعد فيه مع الرب. مش هقول لك 3 مرات في اليوم زي دانيال، لا، وقتك ما يسمحش غير في مرة واحدة، اوكي، بس تلتزم، اهم حاجة الالتزام. شوف دانيال ملتزم، ملتزم عنده وقت للرب، ملتزم بيه، التزم. فراح يصلي كم مرة زي ما كان بيعمل قبل كده، 3 مرات في اليوم. ولما تقلب في الكتاب المقدس هتعرف ان في العادة، نقدر نحس ده، ان في العهد القديم كانوا دايما يصلوا في وقت الذبيحة بتاعة الصباح، يلاقي الذبيحة بتاعت الصبح، لأن كان في ذبيحتين، في ذبيحة صباحية في الصباح في بداية النهار يعني، وعند نهاية النهار ذبيحة مسائية، وكانوا دايما يصلوا في التوقيت ده. وفي شواهد في الكتاب تؤكد هذا. ليه؟ عشان بيبقى عنده إيمان إن صلاته هتتقبل نتيجة الذبيحة، نتيجة الذبيحة بتقول إن خطاياه بتتغفر. المؤمن في العهد القديم عشان صلاته تتقبل لازم خطاياه تتغفر. فخطاياه تتغفر ازاي؟ بإيمانه ان في ذبيحة بتتقدم كل يوم في الصباح في بداية اليوم، وذبيحة بتقدم في الهيكل في مساء اليوم مع نهاية النهار. فكانوا دايما يحبوا يصلوا في الوقتين ده. سيدنا دانيال مزود وقت ثالث بينهم، زي ما شفنا في مزمور 55 في الحلقة اللي فاتت، زي ما كان بيعمل داود هو عمل، يعني عنده 3 مرات. بس أنا ليه بقى بقول الملحوظة بتاعة الصباح والمساء؟ الأول أقرأ لك آية مشهورة من مزمور 141. داود بيقول يكن رفع يدي، بيصلوا هم رفعين إيديهم، كذبيحة مسائية. يبقى هنا ذاكر ذبيحة المساء، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية، يعني رابط الصلاة بالذبيحة. هنا أحب أقرأ الآية دي، تقول لي طب ده العهد القديم عندهم مواعيد للذبائح ويصلوا في هذه المواعيد، طب في العهد الجديد؟ في العهد الجديد لما تيجي تصلي تبقى متأكد ان السبب الحقيقي لاستجابة صلاتك هو ان خطاياك اتغفرت بذبيحة المسيح على الصليب.
لأن ذبائح العهد القديم الذبيحة الصباحية والمسائية بتاعت كل يوم دي كانت رمز لذبيحة الرب يسوع. لما الرب يسوع قدم جسده على الصليب ذبيحة، دي كانت رمز. فأنا صلاتي بتستجاب بسبب إيماني بموت الرب يسوع من أجلي، بسبب إيماني بالدم الثمين، بسبب إيماني بالدم، بسبب إيماني بالدم صلاتي بتستجاب. ليه؟ لأن الدم معناه أن الخطية اللي بتفصل بيني وبين الرب واللي بتمنع استجابة الصلاة، الخطية اتغفرت. الخطية بتتغفر بسبب إيه؟ بسبب الإيمان باللي عمله الرب يسوع من أجلنا على الصليب. عشان كده كان بيصلوا صباحا ومساء، ودانيال وداود أضافوا وقت تاني اللي هو بين الاثنين، يعني في بداية النهار، في بداية اليوم، في نهاية اليوم، في منتصف اليوم. ده ليها معنى كمان، ان انا عايز ابدأ اي حاجة وانا بصلي وانا مع الرب. الصلاة دي معناها ان انا ببقى مع الرب في علاقة كده، بكلمه وبسمع صوته وانا بصلي وبني الحاجة بتاعتي، بني النهار وانا مع الرب، وفي وسط الحاجة اللي بعملها ببقى مع الرب. يعني أي حاجة بعملها وأنا مع الرب، بنيها مع الرب، وأنا بعملها ببقى مع الرب. ويقول الكتاب إن في كل مرة كان بيعمل بيصلي إزاي دانيال، يقول لك جسى على ركبتيه، يعني ركع. والكتاب بيركز على وضعي وأنا بصلي، وضع جسدي. يعني صحيح المؤمن ممكن يصلي وهو نايم، ودي حاجة كويسة، زي لما المزمور قال إن تنويهات الله وهم التسبيح اللي بيطلع بالبوق وهم على مضاجعهم، حتى في العهد القديم. وفي العهد القديم شفنا الملك حزقية لما صلى كان على السرير. يعني ممكن تصلي وانت نايم، ممكن تصلي وانت قاعد، زي تقولي مثال زي داود لمرة صلى وهو قاعد. إنما الكتاب المقدس بيحدد إن الاتجاه بشكل جسدي وأنا بصلي ده بيؤثر، لأن أنا مش بصلي بالروح بس، ده أنا كل كياني بيبقى رايح للصلاة، فوضع جسدي بيبقى ليه تأثير. وهتجد الكتاب المقدس بيقول إن الوضع العام هو إن الشخص يبقى واقف. صحيح ممكن يصلي وهو قاعد، ممكن تصلي وانت في القطر قاعد، ممكن تصلي وانت سايق العربية بتصلي. انما في وقت بقى بتصلي وانت واقف، لان وضعك الجسد ده بيخليك عندك تركيز، وضع يؤثر في طريق، او مش عايز اقول في طريقة الصلاة، لكن عايز اقول يؤثر في التعبير. انا بعبر وفي وقفتي بعبر ان انا واقف منتبه، ان انا واقف بكلم الهي. انما كمان مش الوقوف بس، لكن الوقوف هو الوضع السائد اللي بلاقيه في كتير في الكتاب المقدس. انما السجود كمان، السجود انك تركع على ركبتيك، ده بقى بيديك احساس بايه. ما انا بقول لك وضعك الجسدي زي رفع ايدي، ده وضع جسدي، لكن لما برفع ايدي كده بعلن كاني انا بعلن ايماني. يعني ايدي دي بتقول ان انا مؤمن يا رب وان انا متجه اليك. فحركات الجسد بتؤثر، ليها مدلول. فهنا لما انسان بيركع معناه انه بينسكب امام الله، معناه انه متواضع امام الله، معناه انه بيصلي بقى بحماس وراكع كده ومنسكب. في وقت لازم تصلي وانت راكع، لازم تصلي وانت راكع، لان هتبقى حاسس انك انت منسكب امام الله. وحلو ان انا في الحتة دي، يعني دانيال صلى وهو راكع، لان ده بيصلي من اجل انقاذه، هيموتوه، هيرموه في الاسود، في جب الاسود، الاسود هتاكله، وما عندوش منفذ. لا، عنده منفذ اسمه الرب، يقدر يقول زي المزمور 62 محتماية في الله. عشان اختبر ان الرب وحمايتي وملجئي لازم اصلي،
فصلى بقى وشاعر بالخطر. يعني لما تبقى شاعر بالخطر يبقى هتلاقي نفسك صليت وركعت من احساسك بالخطر. ادي مثال حلو في الكتاب المقدس من سفر الملوك الاول الاصحاح الثامن، ملوك الاول اصحاح 8. لما ابتدى سليمان يصلي، وده كان صلاة بقى كل الشعب كان حاضر، ده بعد ما بنى الهيكل، بعد ما بنى الهيكل بقى بيصلي صلاة وبيقود الشعب للصلاة. فبيقول الكتاب: ووقف سليمان أمام مذبح الرب وبسط يديه إلى السماء. يعني رفع الأيدي موجود هنا. وقف سليمان أمام مذبح الرب وبسط يديه إلى السماء. دي آية رقم 22. وبعدين قعد يصلي صلي 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 صلي، وبعدين يقول آية 4، نقرأ آية 54. يبقى عندنا آيتين، آية كام؟ 22 وآية 54. وكان لما انتهى سليمان والصلاة اللي صلاه مكتوب عندنا تقدر تقرأ. وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرع، أنه نهض من أمام مذبح الرب اللي كان بيصلي أمامه من الجسوع على ركبتيه ويداه مبسوطتان نحو السماء. إيه المعنى؟ المعنى أنه بدأ يصلي وهو واقف، وبعدين ابتدى بقى يدخل في الصلاة في الصلاة في الصلاة، فراح ركع وأنا الصلاة وهو راكع، وأول ما خلص الصلاة قام تاني. يبقى إذن الركوع ده كان حاجة تلقائية، يعني مش مرتبها، مش قايل مثلا أن أنا أول المرة دي أصلي وأنا واقف، المرة دي أصلي وأنا قاعد. لا، أنا ليه بقول كده؟ لأن لازم الصلاة تبقى حاجة حقيقية، مش حاجة كده حافظها أصلي الوقت واقف وبعد شوية أصلي قاعد. لا، ده هنا جت مع سليمان شيء تلقائي، يعني شيء مش معد، وهو بيصلي هو واقف واقف واقف، دخل بقى في الصلاة راح ركع وإيديه لسه مرفوعة لفوق وأنهى الصلاة وهو راكع. عزيزي المشاهد، هيجي وقت وانت بتصلي تنسكب في الصلاة وبعدين تعمل زي سليمان، بعد ما كنت واقف هتركع. وهكمل معاك في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب كفاك دوران، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.